اهلا بكم في النشرة الرياضية من قناة النادي الاهلي والى العناوين. الخطيب يجري فحوصات طبية بسبب آلام الظهر. قبل لقاء القمة الاهلي يفوز على البلاستيك ودية. الليلة مصر تنتظر عودة الكرة الذهبية بعد 35 عام. اهلا بكم مجددا والى التفاصيل. دخل الكابتن محمود الخطيب المستشفى صباح اليوم نتيجة آلام حادة في الظهر أثرت على الحركة بشكل طبيعي خاصة في القدم اليمنى، وخضع رئيس الأهلي لفحوصات طبية تحت إشراف الدكتور يوسف الهواري، وعلى أثرها تمت عملية الحقن في الظهر ويغادر المستشفى غدا. واطمأن الطبيب على بيبو وأكد على أن الأمر عارض وبدأ يتعافى من الآلام تدريجيا ولا توجد أي مضاعفات طبية حسب تأكيداته. ناقشت لجنة الكرة بالأهلي في اجتماعها أمس برئاسة الكابتن محمود الخطيب الموقف الحالي لقطاع الناشئين والسلبيات التي يعاني منها خلال الفترة الماضية. وقدم الدكتور عمرو أبو المجد مدير القطاع تقرير كامل للجنة عن مدرسة الكرة والفرق والملاعب ونظام التغذية والاستراحة الخاصة بالناشئين، كما طلبت لجنة الكرة من إبراهيم عبد الصمد مدير أكاديميات النادي تقييما لكل فرع من الناحية الفنية والإدارية والمالية، خاصة أن اللجنة تبحث توسيع قاعدة أكاديمية الأهلي في الداخل والخارج في ضوء البرنامج الذي تقدم به بيبو لأعضاء الجمعية العمومية. فاز فريق الأهلي على البلاستيك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم على استاد مختار التتش في فرع النادي بالجزيرة. افتتح الأهداف الأهلي ميدو جابر في الدقيقة 7 وأضاف أحمد ياسر ريان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 61 و70، فيما سجل الحسيني طه هدف البلاستيك الوحيد في الدقيقة 76. وتأتي هذه المواجهة في ظل استعداد الفريق لمباراة القمة المقرر لها الاثنين المقبل في الجولة 17 للدوري. وعلى طول ميدو جابر أول أهداف اللقاء في أول 7 دقائق من زمن أحداث الشوط الأول. هذه البينية الجميلة من نيدفيد، وهذه على الخطأ على طول من المدافع واتصل على طول من ميدو جابر وبيحطها على يمين حارس المرمى عبد الفتاح حسن، مفتتح أول أهداف النادي الأهلي ميدو جابر. ميدو جابر ادي بنشوفه في العادة مرة تانية، صبري رحيل والأمامية الطويلة على طول لباقة، وادي الاستلام على طول لباقة يلعب العرضية الناحية العكسية وأحمد ريان، هدف التقدم الثاني. اتعملت حلوة 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 العرضية من باقة وضربة رأس مثالية على طول لوب كده من فوق حارس المرمى عبد الفتاح حسن اللي يحرز الهدف الثاني. أحمد ريان بلمسة سحرية وضربة رأس جميلة، شوفوا الرؤية الجميلة، فضل وعملها على طول لوب كده من فوق حارس المرمى عبد الفتاح حسن في اجمل اهداف اللقاء النهارده، هدفين للنادي الاهلي وبرؤيه وذكاء وهداف على طول احمد ريان بهدف التقدم للنادي الاهلي الثاني. محاولات في نص الملعب على طول لصالح جمعه، صالح يدور لحد فاضي يلعب على طول لصلاح، لصالح جمعه مره ثانيه، لصلاح مرة تانية طلع له من ناحية اليمين، وادي الهجمة على طول من ناحية اليمين والعرضية جوه الجول على طول احمد ريان، وادي المتابعة الهجومية على طول احمد ريان ليحرز الهدف الثاني ليه والهدف الثالث للنادي الاهلي احمد ريان. عادي بنشوفها في العادة مرة تانية، ولكن هي تجربة جميلة استفاد منها كل لاعبي النادي الاهلي. وادي الهجمة على طول البلاستيك، ادي المحاولات البلاستيك والتسديدة جوه جول، هدف جميل.
أكد الكابتن سارة عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى أن عدد كبير من اللاعبين تلقى عروضا احترافية في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مشيرا إلى أن البت فيها سيكون وفقا لمصلحة الفريق واللاعب بشكل عام. وأوضح عبد الحفيظ أن حسم هذه العروض سيتم بعد مباراتي الزمالك والمصري في الدوري وكأس السوبر على الترتيب. وقال عبد الحفيظ إنه يحترم رغبة أي لاعب في الاحتراف، ولكن المصلحة العامة تتطلب تأكيل الحسم نظرا لأهمية المباراتين المقبلتين للأهلي. قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن هناك ضوابط عديدة تحكم عملية التعاقدات والصفقات الجديدة التي يسعى الأهلي لضمها في فترة الانتقالات الحالية. وأشار عبد الحفيظ أن الجهاز الفني حدد في وقت سابق احتياجاته الفنية بشكل نهائي، وأخطر لجنة الكرة بها تمهيدا لتوفيرها. وأوضح أن هناك أمورا كثيرة تحكم التعاقدات الجديدة، خاصة في ظل مغالاة العديد من الأندية في طلباتها المادية بشكل مبالغ فيه، مؤكدا أن هذه المغالاة تقف أمام رغبة الأهلي لضم عدد من اللاعبين. يفاضل الجهاز الفني للنادي الأهلي بين 3 مواعيد طيران للسفر إلى الإمارات استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في بطولة السوبر المقرر لها 12 يناير الجاي. وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن الجهاز الفني أعلن من قبل السفر يوم 9 يناير الجاري، فيما تبقى تحديد موعد السفر، خاصة أن هناك 3 رحلات طيران في نفس اليوم. وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز الفني سيحسم هذا الأمر على مدار الساعات القليلة المقبلة تمهيدا لحجز الموعد الأفضل للسفر، خاصة وأن بعثة الفريق ستتوجه إلى الإمارات في اليوم التالي للقاء القمة. أرجى حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي الإعلان النهائي عن القائمة الأفريقية للفريق، والتي ستخوض مباريات دور 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا مارس المقبل. ويفضل البدري تحديد القائمة عقب لقاء السوبر أمام المصري، فيما أرسل الجهاز الفني قائمة أولية ضمت 30 لاعب كإجراء روتيني قبل إرسال القائمة النهائية في موعد أقصى 15 يناير الجاري. أكد عبد الله السعيد لاعب النادي الأهلي أن مسألة احترافه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يد الجهاز الفني أولا وأخيرا. وأضاف لاعب الأهلي والمنتخب الوطني أنه لم تصله أي عروض بشكل شخصي في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور يتم عرضها على إدارة النادي أولا. وأوضح السعيد أنه يحترم قرار الجهاز الفني لأنه يعرف دوره كلاعب في نادي بحجم النادي الأهلي. يخضع الثنائي حسام عاشور وسعد سمير لاعبا النادي الأهلي الفحص الطبي بعد غد السبت لتحديد موقف كل منهما في المشاركة في مباراة الزمالك المقرر لها الاثنين القادم على استاد القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز. وكان عاشور قد خضع لبرنامج علاج طبيعي للتخلص من إجهاد العضلة الضامة، فيما يعاني سعد من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة والتي غاب بسببها عن المشاركة في مباريات الفريق الأخيرة. أصبح محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي جاهزا للمشاركة في لقاء القمة المقرر لها الاثنين على ملعب استاد القاهرة في ختام الدور الأول للدوري العام. وتحسنت حالة الشناوي بعد أن اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة خلال مباراة النصر الأخيرة بالدوري، وخضع الحارس لبرنامج علاج طبيعي وبات جاهزا للدخول في حسابات الجهاز الفني للمباريات المقبلة. ولسه مكملين مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل. هي فكرة وجمعتنا أساسها الانتماء وكل فرد فيها.
وإلى أخبار الألعاب الأخرى. أنا الالتزام دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري، مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولتي أفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات بالنادي الأهلي برئاسة محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي اجتماعها الثاني لمناقشة خطة عمل الفترة المقبلة بعدما تم تشكيل اللجان الداخلية للبطولة. وضعت اللجنة العليا برنامج زمنيا للمهام التي تم إسنادها إلى كل لجنة داخلية، فيما تقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل يوم 14 يناير الجاري وتقام بطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات بالنادي خلال الفترة من 5 إلى 15 مارس المقبل، وتقام بطولة أفريقيا للرجال خلال الفترة من 25 مارس وحتى 6 إبريل المقبل. أكد الدكتور شريف أبو العنين نائب مدير بطولتي أفريقيا لكرة الطائرة رجال وسيدات بالنادي الأهلي أن توقيع عقود تنظيم النادي للبطولتين سيكون يوم 15 يناير الجاري في مؤتمر صحفي يقام بالنادي الأهلي ويجرى التجهيز له بشكل مميز. وأوضح أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي تجري ترتيبات عديدة لتوقيع عقود تنظيم البطولتين في حضور الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة. يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مرانه الأخير اليوم استعدادا لمواجهتي نهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين أمام الجزيرة، حيث يقام لقاء الذهاب في 6 مساء غدا الجمعة ويقام لقاء الإياب السبت على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. ويسعى طارق خيري المدير الفني للفريق إلى تحقيق الفوز في المباراتين للتتويج باللقب، خاصة بعدما قدم الفريق عروضا قوية خلال الفترة الماضية. تستكمل غدا مباريات الجولة 17 من الدوري العام، حيث تقام 4 مباريات. الأولى يستضيف فيها طنطا فريق إنبي في 2:30 عصرا، وفي 5 مساء يلتقي سموحة مع المصري وبتروجيت مع الإنتاج الحربي، فيما تختتم مباريات اليوم بمواجهة وادي دجلة مع الداخلية، فيما تعادل اليوم الرجاء مع الاتحاد السكندري سلبيا، بينما تقام في هذه الأثناء مباراة مصر للمقصة مع المقاولون العرب في نفس الجولة. تتجه الأنظار في 7 مساء غدا إلى استاد جابر الدولي في الكويت
الذي يحتضن نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 23 والتي تجمع بين منتخبي الإمارات وعمان. وتعد هذه المباراة هي الثانية بين المنتخبين في البطولة بعدما تلاقى في دور المجموعات وانتهى اللقاء بفوز الإمارات بهدف نظيف، فيما وصل المنتخب الإماراتي إلى نهائي البطولة بعدما تخطى العراق في نصف النهائي بركلات الترجيح، بينما صعد المنتخب العماني إلى النهائي بفوزه على البحرين بهدف للا شيء. أعلن الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدولة الإمارات عن توفير 6 طائرات لنقل الجماهير إلى الكويت من أجل مؤازرة المنتخب الإماراتي في نهائي بطولة خليجي 23. وتم الإعلان عن موعد رحلة الطيران في 6 صباح الجمعة بتوقيت الإمارات، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للجماهير لمساندة فريقهم. ووصل بذلك عدد الطائرات التي تم الإعلان عنها منذ أمس الأربعاء حتى الآن إلى 19 طائرة لنقل الجماهير الإماراتية إلى الكويت. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أيمن أبو عيد الناقد الرياضي بجريدة الاتحاد الإماراتية. أستاذ أيمن برحب بحضرتك. اهلا بك استاذ عمر وتحياتي ليك ولكل مشاهدينك في قناه النادي الاهلي، وان شاء الله سنه سعيده على امور النادي الاهلي وعلى كل المصريين ان شاء الله. كلمنا عن اجواء المباراه بكره والاستعدادات اللي دوله الامارات بتحضر ليها، طبعا حدث مهم جدا لكن اكيد عند حضرتك كل الاخبار. هو ما فيش شك طبعا، هي الجميع في منطقه الخليج ينظر الى البطوله الخليجيه على اعتبارها هي اشبه بكاس العالم بالنسبه للخليج. الكل يترقب المباراه النهائيه طبعا التي تجمع منتخب الامارات وعمان، وهو ربما هذا النهائي الثاني الذي يجمع الفريقين. التقوا من قبل، فاز فريق الامارات في النهائي الاول، وربما من الصدفه ان المنتخب الاماراتي والعماني التقوا في المباراه الاولى للافتتاحيه للبطوله التي اقيمت كانت تقام بالامارات، وفاز فيها منتخب عمان وعاد المنتخب الاماراتي وتخلف في المباراه النهائيه. وربما في هذه البطوله التقى الفريقان ايضا في اول مباراه لهما في المجموعه، تغلب المنتخب الاماراتي في المباراه الاولى، فالجميع ينتظر ماذا ستسفر عنه المباراه النهائيه والنهائيه بينهم غدا طبعا. هل في الجميع كل بيترقب استاذ ايمن، هل في اي غيابات عند المنتخب الاماراتي عن لقاء بكره؟ لا، ربما المنتخب الاماراتي مكتمل الصفوف بكل لاعبيه من قوى الضاربه عموري عمر عبد الرحمن طبعا، ومعه علي مبخوت واحمد خليل، والجميع لديهم دافع كبير، وربما الحشد الجماهيري و يعني الشوق الذين تبرعوا ورجال الاعمال الذين طيروا العديد من الطائرات لنقل الجماهير التي ربما تصل فجر او صباح غد. الجميع ينتظر هذه المباراه، والكل يترقب النجمه الثالثه في بطوله الخليج لمنتخب الامارات. ورغم ذلك لا ينفي البعض انه يجب الحظ لمنتخب عمان المجدد الذي لديه ايضا الدافع على اللقب للمره الثانيه. استاذ ايمن، يمكن هي بطوله وديه لكن لماذا كل الاهتمام من دوله الامارات بخصوص البطوله خليجي 23 ومباراه بكره؟ يعني شفنا استعدادات طائرات هتنقل المشجعين، وزي ما حضرتك عارف اكيد الصحافه بتتكلم، ليه كل الاهتمام بمباراه بكره وبالبطوله نفسها؟ هذا الاهتمام ليس بغريب على الشعب الاماراتي او الاماراتيين في كل بطوله، ربما في عمان، في السعوديه، في الكويت، في اي بطوله تقام كانت هناك طائرات يتم تصويرها لنقل الجماهير للمؤازره المنتخب الاماراتي الذي يلقب بالابيض في هذه البطوله التي لديها لها اهتمام كبير عند القاعده الكبيره من جماهير كره القدم والجماهير الاماراتيه التي تنظر الى هذه البطوله لانها هي مونديال او كاس عالم خليجيه.
ولا تقل عن الصعود الى يعني ربما البعض يرى ان هذه المباراه او الفوز بهذه البطوله هو تعويض لمنتخب الامارات عن فشله او عدم التاهل الى نهائيات كاس العالم رغم انه كان قريبا من الصعود. البعض يرى ايضا ان هذا يعني دعني اقول ان هذا ليس بغريب، في كل بطوله خارج الامارات كانت تصل فيها منتخب الامارات الى النهائي او الادوار النهائيه كان هناك يتبرع عدد من الشيوخ او رجال الاعمال بارسال طائرات محمله بالجماهير لمؤازره الفريق. وهذا نعلم انه المسافه قريبه جدا ما بين الامارات والكويت وغيرها من الدول الخليجيه، فالرحله يوم يعني رحله يوم يذهب لحضور المباراه ثم يعود، والرحله يتحملها الطائره يتحملها رجال الاعمال وطبعا بمبادره من الشيوخ واصحاب السمو الشيخ محمد بن راشد والشيخ خزاع بن زيد، كل منهم تبرع بطائره على حسابه تنقل الجماهير. ايضا حتى ان يعني مؤسسه الامارات للاعلام طيرت طائره ايضا حملت بعض الاعلاميين والعاملين في مؤسسه الامارات للاعلام لمعاذره الفريق الامارات في هذه المباراه. وهذا ليس بغريب على الاماراتيين ولا على الدول الخليجيه ايضا، اذا كانت الكويت او البحرين كان من الممكن ان تسير جماهير الى لدعم فريقها في المباراه النهائيه لو كانت البطوله مقامه في اي بلد من دول الخليج. استاذ ايمن ابو عايد بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي بقريه الاتحاد الاماراتيه على وجودك معنا على شاشه قناه النادي الاهلي. رصدت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي مبلغ 50 مليون يورو لتدعيم صفوف الفريق خلال شهر يناير الجاري، وذلك استكمالا لمسيرة الفريق المتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن. ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية فإن السيتي سيدفع 50 مليون يورو للحصول على كل من إنيجو مارتينيز قلب دفاع ريال سوسيداد، أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال، ويقدر الشرط الجزائي في عقد مارتينيز مع سوسيداد ب 32 مليون يورو، بينما سينتهي عقد سانشيز مع أرسنال نهاية الموسم الحالي. وإلى جولة في عناوين الصحف والمواقع، والبداية من الأهرام. البدري حمدي مستقبل وسط الأهلي ومقارنته بسعيد ظالمة. الوفد السبت الأهلي يحسم مصير عاشور وسعد من لقاء الزمالك. مرام محسن ينضم للمنتخب في معسكر مارس. الوطن سبورت محمد الشناوي جاهز للقمة. الشروق الأهلي يحسم عروض الاحتراف للاعبيه عقب القمة. اليوم السابع البدري يؤجل حسم القائمة الأفريقية لنهاية مباراة السوبر. فيتو لجنة الكرة بالأهلي تجهز لتوسيع قاعدة أكاديميات النادي. يلا كورة عبد الله السعيد ينفي طلب الرحيل عن الأهلي. دوت مصر الأهلي يواصل استعداداته للزمالك. يورو سبورت عربية النصر الضحية 28 لرباعيات الأهلي. كنا مع حضراتكم في نشرة الأخبار، نشوفكم إن شاء الله في نشرة إخبارية جديدة على قناة النادي الأهلي. نشوفكم على خير. الليلة 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 الليلة.
حليله الليله الليله وبلدنا الليله قد بلاد العالم الليله 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 الفرحه الليله 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 وبلدنا الليله قد بلاد حلم وطول السنين تتمنى تشوفه العين رقصة بلادي بلادي تتغنى بصوت العالم رايحين للدنيا ايد واحدة وبالنادي هنعلم اسمك وبصورتك يا بلادي وانت فينا الليلة واصل كل العالم رايحين للدنيا ايد واحدة وبالنادي عندك اسمك وبصورتك يا بلادي وانت فينا الليلة واصل كل العالم حلم وطول سنين نتمنى تشوفه العين لحظة بلادي بلادي تتغنى بصوت العالم حلم وطول سنين نتمنى تشوفه العين لحظة بلادي بلادي تتغنى بصوت العالم اتمنى تشوفوا العين لحظتنا بلادي بلادي تتغنى بصوت العالم